من قلب بغداد إلى مدن العراق كلها، بداية يوم جديد نلاحق إيقاعاته ونتحسس نبضاته في صباح الشرقية. حياكم الله اعزائي المشاهدين، كل عام وانتم بالف خير، لانه يعني راح نوصل الى 2020. اليوم اكو موضوع راح نحكي عنه بنهايه الحلقه، انه كل ما نتمنى انه 2020 او 2021 راح تكون سنه جديده، تطلع لنا سالفه للاسف مثل ما شفتوا قبل كم يوم، سلاله جديده وغيرها. لكن احنا نتمنى انه تكون هي سنه سعيده على كل الناس صورة عامة، لأنه أكو مبشرات أمل أنه اللقاح الجديد راح يكون فعال على كل السلالات، وأكو أكو أخبار يعني شوية خلينا نقول متبشر بخير، مثل هذا الفيروس اللي نازل جديد، هاي السلالة الجديدة. فإن شاء الله إحنا يعني نتأمل أنه هذا اللي صار تكون القفلة مع 2020، ماكو أنه أكو سلالة جديدة وأكو مشاكل ما أدري شنو، لكن بداية 2021 وينزل اللقاح والناس تاخذه والأمر يرجع طبيعي إن شاء الله، وحياتنا ترجع طبيعية إن شاء الله. طبعاً مشاهدينا أكيد اليوم عندنا كثير من التقارير، وأيضاً عندنا ضيفة معروفة باسم زوزو كهرمانة. طبعاً هذه زوزو هي مصممة مجوهرات، لكن بالبداية خليني أبتدي الحلقة ويا أهم الأخبار مع زين. صباح الخير زين. صباح الخير بكر وهيفاء، صباح الخير مشاهدي برنامج صباح الشرقية. جولتنا الأخبارية لهذا الصباح نبدأها من أهم وأبرز العناوين. إغلاق المقاهي والمولات 14 يوماً لمواجهة كورونا. الصحة تحذر من سرعة انتشار سلالة كورونا الجديدة. المالية النيابية موازنة العام المقبل أمنت رواتب الموظفين. أعلن نتائج قبول الدراسة المهنية للخريجين الأوائل بالجامعات. أهلا بكم من جديد. أكد مجلس الوزراء على الوزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام الدوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في هذا الخصوص. وذكر المجلس أنه على وزارة التربية الإعاز للمديرات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع الشعب الصحية المدرسية في دوائر الصحة، ولفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار هذا المرض. كذلك قرر مجلس الوزراء غلق المرافق الاجتماعية، المطاعم والمولات، وغلق جميع المنافذ الحدودية البرية للحد الطوارئ لمدة أسبوعين ابتداء من 24 من الكانون الأول في العام الجاري. وحدث المجلس وحث المجلس المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات التباعد الاجتماعي والوقايات الأخرى. حذرت وزارة الصحة من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق، بما شددت على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية وتعليمات الصحية الصادرة عن جهات رسمية. وقالت الوزارة في بيان أنها تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الأولية إلى تميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى. لذلك اتخذت معظم الدول إجراءات وقائية سريعة ومشددة، ومنها إيقاف السفر من وإلى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، ووافقت دول أخرى كل أنواع السفر الجوي والبري، ومنعت دخول الأجانب إلى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة إليها. وحذرت الوزارة من خطورة انتشار هذه السلالة في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الحالي وتسعى للسيطرة على الوباء.
أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام المقبل أمنت رواتب الموظفين. وقالت المالية النيابية أن الضريبة التي فرضت على رواتب الموظفين مبالغ فيها، وأضافت سنعيد دراسة وهيكلة الموازنة العامة، مؤكدة أن موازنة العام المقبل أمنت رواتب الموظفين. وأقر مجلس الوزراء الاثنين الموازنة العامة لعام 2021. يشكو سكان منطقة الهرمات غربي الموصل من سوء الخدمات المقدمة للمنطقة، ويقول السكان أن شوارعهم ما زالت تعاني التكاسرات دون اهتمام البلدية لها وللخدمات المفقودة الأخرى. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الأوائل على العراق للفروع المهنية بالدراسة الصباحية في الجامعات للسنة الدراسية 2020 و2021. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان أن الوزارة أصدرت أسماء الوجبة الأولى من الخريجين الأوائل للدراسة المهنية المقبولين في الكليات المناظرة لاختصاصاتهم في الجامعات للسنة الدراسية 2020 و2021. ودعت الوزارة زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على أسامي الطلبة الأوائل المقبولين. نهاية جولتنا الإخبارية لهذا الصباح مشاهدينا، وهذه انتقالة إلى بكر وهيفاء. شكرا لك يا زين، حياكم الله أعزائي المشاهدين، مستمرين وياكم بفقراتنا لهذا اليوم، والله يستر على اللي قاله زين أن السلالة الجديدة احتمال توصل العراق. احنا قلقين من الموضوع يعني، لكن ان شاء الله انا اللي افتهمته او يعني على قد معلوماتي انه هي انتشارها اكثر وانتشارها بالشعب الهوائية اكثر، لكن هي اقل خطورة من كورونا الموجود حاليا. يعني احنا بصوره عامه قدرنا نسيطر ولو بشكل قليل على الوضع، مو مثل قبل، الحمد لله تحسن هسه اكثر، وان شاء الله نقدر ايضا نسيطر على الوضع الجديد، او اذا كانت اكو سلاله جديده، او اذا كانت هاي كلها تمثيليه، فما تدري هي شنو اللي دا يصير، احنا ما نعرف. لكن احنا لازم بالاول وبالاخير ناخذ وقايتنا، حتى إذا أكو احتمال 1% أنه أنت ممكن تنضر، فأنت لازم تأخذ وقايتك كاملة. خلونا نترك هذا الموضوع بعدين حنسولف به ونروح إلى الموصل. طبعا بالموصل خريجين الجامعات والمتوسطة والإعدادية احتفلوا بتخرجهم، وكان احتفال جدا جميل. والحلو أنه مو بس هم كانوا يحتفلون، أساتذتهم كانوا فرحانين بهم وأيضا شاركوهم الحفل، بالإضافة إلى أهاليهم. طبعا بكر كلش حلو انه الموصل ترجع بها هذه المناسبات والاحتفالات والايفنتات بصوره عامه، ولانه الموصل مرت يعني بظروف جدا صعبه، ونتمنى انه ترجع مثل قبل واحسن، ويرجع بها المناسبات والاعمار بصوره عامه. فخلينا نروح الموصل ونشوف هذا التقرير. كان كلش ممتاز وحلو، وأجواء تحفيزية لكل الطلاب الحاضرين من طالبات المعهد وطالبات الثانوية. أنا طالبة ثانوية وخريجة العام السابق، والحمد لله أنا الآن في كلية الطب المرحلة الثانية طب نينوى. نعم، شنو طموحك للمستقبل؟ إن شاء الله أتخرج بتجميع معدل تجميعي ممتاز. اسمي رقية عبد الله هندي، الناجحة من الثالث متوسط إلى الرابع الإعدادي، الأولى على ثانوية التمييز الأهلية، الحاصلة على معدل 94.3. طبعا هذا الجهود يعني ما صار إنه بالهين، طبعا بجهود المدرسين ودعم الأهل والتحضير اليومي. طيب، أوجه الرسالة إنه ثابر من أجل المستقبل، أهم شيء المستقبل، يعني لا تلتهنوا بغير أشياء، فأهم شيء المستقبل، والشهادة كالسلاح.
معدل 99.5. الحمد لله يعني قدرت احصل هذا المعدل بعد تعب، تعب من يمي وتعب من اهلي وتعب من اساتذتي ومن مدرستي. ايه الحمد لله والشكر. طيب الحلم شنو حلمك؟ انا الحلم مالتي بالبدايه انه كان اطلع كليه الطب، اطلع هاي المهنه اللي اني اتمناها. بعدين لا، بعد ما طلعت هاي الكليه وشفتها شيء عادي، لا اريد حلمي يكبر اكثر، انا اريد اكون اعظم جراحه بالعراق وربما بالعالم. أنا طالبة زينب الياس، ناجحة من السادس الأحيائي بمعدل 97. طبعاً أنا من الأول ابتدائي كان طموحي وحلمي كلية الصيدلة، وحالياً طموحي إن شاء الله أكمل دكتوراه بكلية الصيدلة وأكون معيدة بكلية الصيدلة. أحب أشكر بالدرجة الأولى أهلي اللي ساندوني، وكان لهم دور كبير كلش بوصولي لهاي المرحلة. أحب أشكر مدرسيني ومدرساتي وعلى رأسهم مدرسة قرطبة. واحب اشكر كل قنوات اليوتيوب وقنوات التليجرام، وشكر خاص الاستاذ سالم المنصور والدكتور محمد غازي اللي كان لهم دور حتى ما بس بالسادس، حتى بتقديمي على الجامعات. الله يديم عليكم الافراح ان شاء الله على العراق وعلى العالم كله بصوره عامه. الان راح ننتقل الى اقصى الجنوب الى البصره. طبعا بالبصره دي المحلات بدت انه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قبل شويه، اعرف هواي حكينا عنها اليوم، لكن الناس تريد تفرح، الناس تريد توصل الى راس السنه وتحس انه هي دخلت سنه جديده راح يكون بيها امل او بصيص امل انه الحياه ترجع مثل قبل وربما أحسن إن شاء الله. بعض المحلات أو أغلب المحلات صارت تجيب الزينة مع رأس السنة والأشجار وعياد الميلاد وغيرها، كل هاي الأمور والإقبال الناس بصورة عامة على المحلات حتى يشترون ويزينون بيوتهم كلها من البصرة. خلينا نشوف تقرير البصرة ونرجع مرة أخرى. أجواء أعياد الميلاد بدت ملامحها واضحة على المدن العراقية، الشوارع والأسواق زينت بأشجار الميلاد المزكرشة بمختلف أنواع الزينة والنشرات الضوئية اللي تحمل معها الفرح والسرور والأمل ببدء سنة جديدة على العراقيين. تجولنا في أحد الأسواق الشعبية فوجدنا هاي السنة المحلات عامرة بمختلف أنواع الأشجار، طبعا شكلا وحجما، وكلها أشجار صناعية وليست طبيعية كما هو معهود على أشجار أعياد الميلاد. وأيضا كان الإقبال كبير على شراء هذه الأشجار من قبل الناس، كل من حسب إمكانيته. بالنسبة للأشجار جاي نجيبها أشجار صناعية، لأن الأشجار الطبيعية تعرفون بجنوب العراق مو مثل ما تقول في شمال العراق أنه تكون أشجار متوفرة، وهاي إحنا نتميز هنا بالنخل خوما نزينها بالنخل، وهذه الأشجار جاي نجيبها صناعية، جاي نرتب عليها الشغلات هذه الطوبات اللي جاي طبعا نستوردها من برا، جاي نخلي عليها بابا نويل على مود المناسبة مع رأس السنة. هاي الأشجار مال رأس السنة لأعياد الميلاد تتكون يعني نخلي لها فيها شغلات طوبات مال بابا نويل، الشجر مال بابا نويل، نخلي لها الشفقات، الزبائن يجون على قابلية مال الأشجار كلش حلوة، يجون كل سنة متعودين، الناس يجون كل سنة واي، احنا نجهز لهم اياه على شكل النشرات، الطوبات، البابا نويل، الشفقات، اللحك. المستلزمات الخاصة بالزينة كانت منوعة ومختلفة، والناس تقتني أشياء مختلفة من أجل تزيين هذه الأشجار مع العائلة في البيت،
وطبعا بيها طعم وطقوس خاصة. أشجار أعياد الميلاد قياسات مختلفة وأنواع مختلفة، أكو منها الضوئي وأكو منها الاعتيادي اللي تعلق بيه أنت الزينة. بالنسبة للضوئي دائما يكون أغلى من الاعتيادي، يعني ككهرباء وغير أمور بيها. الأشجار قياسات وبأشكال مختلفة، كذلك توجد الملابس بابا نويل من أشكال وأنواع مختلفة، فألوان منها خضة ومنها بيضة، والإكسسوارات مالتها من طوبة من بابا نويل، من ملابس إهدام من أصغر حجم من طفل إلى يعني. هو منزلين المحلات بابا نويل جاي يشوف ذنيك المحلات داخل للطفل، وشجرة عيد ميلاد كلش حلوة منزلين. إن شاء الله نختار الشيء الحلو ونحتفل به بنهاية السنة. والله شوف عجبتني هناك كلش حلوة شجرة عيد الميلاد وذيك بابا نويل، لأن الأطفال شوي محرومين ومحصورين بهاي الفترة. إن شاء الله أريدهم بهالأيام هاي أيام المناسبة عيد الميلاد شوي نفتح عليهم هذا الغمة هاي المحصورين بيها، وإن شاء الله احتفال يكون عندنا إحنا العصر نروح على المنتزه القريب علينا هناك بالجبيلة، وبالليل نكمل الاحتفال ببيت الوالد لين يجمع الشمل كله إن شاء الله. والله إحنا اليوم أجينا نشتري هل للأطفال هل الدوابة وهل أمور المناسبة دوران السنة والأشجار هاي، وإن شاء الله يا رب نكسر هالروتين هذا اللي إحنا بيه، وإن شاء الله يا رب الله يتمهنا بخير إن شاء الله وبركة وسنة جديدة إن شاء الله على الشعب العراقي، آمين يا رب العالمين. أصحاب محلات الحلويات زينوا محلاتهم بمختلف أنواع الزينة لجذب الزبائن، كون عيد رأس السنة وأعياد ميلاد السيد المسيح تشهد إقبال كبير على شراء وصناعة الحلويات، وهي أيضا مناسبة لجمع شمل العائلة العراقية في هذه الليلة. أصحاب محل الحلويات وكيف هذا، بس هاي السنة خلينا سنة مميزة، ضفنا بها إن شاء الله أكمال الكريسماس واستعداد على الكيك، شوية ترتيبات عندنا مفاجآت إن شاء الله على دوران السنة، وبالإضافة الإقبال موجود، يعني المواطنين مستمرين ما شاء الله، وعندهم إقبال على إن شاء الله مال الكريسماس وإن شاء الله وعلى المعجنات الكيك شو عليه إقبال زين. الأطفال هم أصحاب الحظوظ الأوفر للاحتفال بهذه المناسبة، نجدهم ارتدوا أزياء بابا نويل وبيدهم الأجراس ينتظرون طلة الجميلة في مخيلتهم، الابتسامة الموجودة على شفاههم عامل أمل لسنة سعيدة وجديدة. وينتهي تقريرنا بطلة حمودي وعبودي وفالهم الجميل مع شجرة الميلاد لسنة سعيدة على كل أبناء شعبنا. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا طبعا شخصية كلش عزيزة على قلبي، جت متعناية من دبي إلى أربيل، هي مصممة المجوهرات زينب اسكندر المعروفة بزوزو كهرمانة. صباح خير عليك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صباح النور. طبعا زوزو كهرمانة هي قبل ما تكون ضيفة هي صديقة لنا أنا وهيفاء، عندها الكثير من الإنجازات والنجاحات اللي صارت بحياتها، فاليوم راح نتحدث بصورة عامة عن حياتك وشون وصلتي لهذه المرحلة إن شاء الله. بكر يلا بلشينا، شلون بلشت بهذا المجال؟ تعرفين هاي في المجوهرات كل أحد يحب المجوهرات، يعني كل سيدة وحتى الرجال هسه صار عندهم مجوهرات من ساعات من أقلام من خواتم، فيعني هوسي من أنا وصغيرة أحب أسوي مجوهراتي وأحب. تزوجت زوجي صاير مجوهرات، سهل لي هالشي كلش إنه أسوي مجموعات، أطلق مجموعة أسوي مجوهراتي الناس يشوفوها، فمن هيك بلشت يعني إنه. زين قبل تتزوجين إنه أنت كان عندك فد شيء خاص بالمجوهرات لو من تزوجتي؟ يلا
من أول عندي لأنه أنا دائما مثلا في ناس عندهم حساسية هيفا من تلبسين إكسسوريز أو تلبسين فضة أو شيء يصير حساسية، فمن أنا وصغيرة ألبس ذهب ألبس أحجار، كنت من أنا وصغيرة يصير بيا أبو صفار، إحنا قبل اللي عندهم أبو صفار يحطون يمهم كهرمان مسبحة كهرمان تسحب الصفرة من الطفل، هسه تطور العلم صاروا يحطون لايت أصفر صاروا، فمن أنا وصغيرة بالأحجار بالمجوهرات يعني كلش أحبها، وعلى طول ما أطلع إلا ملابسة يعني ذهب أو شيء لأنه ما أقدر ألبس غير شيء. طيب هم كنتي تتخيلين إنه دخولك لهذا المجال بصورة عامة راح يوصلك لهذا اللي أنت بيه حالياً؟ لو كنتي عبالك إنه راح يكون حالة خلينا نقول حالة حال أي شخص فتح محل وصار عنده زبائن وخلص انتهى الموضوع؟ يعني بالبداية ما كنت متوقعة لأن كنت ماخذتها كشغف وكهواية ومتونسة وأسويها وهالشكل، بس بعدين لا من شفت إنه صار عليها إقبال، صار الناس يطلبوها، صار مثلا يعني حتى مثلا زوجي كان ضد إنه أشتغل أو لا تسوين شغل وليش تسوين، قلت له إنه أنا حابة هالشي، فيعني من حبيته ظليت إنه أسوي وأبحث به، ومثلا سافرت من تصير معارض أسافر أنا هم أنظم معارض بالإمارات، فحبيتها قلت لا ليش ما أطورها، ليش يعني مثلا ما هذا الحب أسوي مشروع ويتطور ويكبر. زين منو اللي وقف وياك وساندك طول هذه الفترة من بداية مشوارك إلى هذا اليوم؟ ما حد وقف وياي وحدك كلهم كانوا ضد هالشيء، يعني انه مثل ما قلت لك انه زوجي لا تشتغلين هاي لا تسوين، فمثل صار انه تحدي او شيء انه ليش بدك تسوين هالشيء، مجوهرات مليانه اكو وخصوصي مثلا شايفين السوق شايفين الهاي، بس انه انا ليش اختاريت فد شيء، قلت لا انه اريد اسوي، فكل شيء سويته وحدي، بس بعدين لقيت الدعم طبعا من شافوا انه الشيء حلو ناجح صار دعمني زوجي، قال اوكي سوي هذولا، صار ياخذني وياه معارض، صار فانه بالبدايه لا كلهم كانوا ضد هالشيء انه ليش تشتغلين تونسي اطلعي البسي سوي، يعني قليل كان انه المراه تشتغل اكثر شيء الرجل يشتغل، فما كان احد واقف وياي، ضليت الى ان رويتهم انه لا هذا شيء حلو شيء ناجح، فبعدين زوجي بيا سنه تقريبا بلشتي سنه 2000 يعني 20 سنة ما شاء الله. ما شاء الله. وأنا من تزوجت صغيرة يعني، ومن رحت الإمارات بلشت الشغل، فيعني إنه ويا زوجي كنت أشتغل، بس ماركة كهرمانة صار لها 10 سنين. أوكي. إيه من سويت الماركة وحدي يعني واستقلت 10 سنين إنه سويتها خلاص، هاي البراند مالي هاي الماركة مالي هاي الاسم مالي. 10 سنين. زين أنت تخصصك يكاد يكون يعني قليل جدا بالعراق، أو أنا يعني ما شايف أصلا يعني. فشي كلش نادر هذا الموضوع، شلون ساعدك هذا الموضوع؟ هو ساعدني اكثر بكر لانه مثل ما تعرفون حجر الكهرمان مو متعارف عليه في المجوهرات في المسابح في الديكورات يحصلوا ما يستعملوا الناس، حتى يعني احنا هم بشغلنا يعني كان انه مبتعدين لانه هو حجر مثلا قيمته قليله خفيف، انه مو مثلا كربح مادي يكون، مو مثل الالماس الزفير، فالصياغ يبتعدون عنه الناس يبتعدون عنه، انا احبه من اول يعني الحجر، يعني شوف حتى اسمي صار يسموني زوزو كهرمانه تيمنا بالحجر يعني، فاختاريته قلت حتى شيء مميز حتى شيء انه مختلف شيء انه من احد يشوفه يحبه وياخذه ويلبسه. زين هو منين يتم استخراجه؟ هو صمغ من الاشجار، صمغ الاشجار اللي كلها بالمانيا وبولندا وروسيا، من صمغ الاشجار يتكون وفي منهم يطلع بيهم حشرات يطلع بيهم، يعني بالعراق في ناس يقولوا لي لا هذا كهرب عراقي او كويتي، لا هو يباع ويوزع ويقطع بالبلدان العربيه، بس منشاه من المانيا وروسيا وبولندا من هناك يعني. حتى طبعا انت تحكين على شغله انه هذا الصمغ صار لالاف السنين، يعني انه مو اليوم البارحه. ايه يعني انا اشتغل بالاشياء الطبيعيه، يعني في اشياء تجاريه في شغلات صناعيه، لا انه حبيت اشتغل بشيء انه طبيعي حتى الناس من يلبسوه يستفادون منه، مو فقط للزينه يعني، انه الحجر طبيعي جبته هالشكل سويته. زين ليش اختاريتي اسمك يكون مرابط بالمجوهرات حتى سميناه زوزو كهرمانه؟ هو صار يعني هيفا مو قلت ليش مثلا الناس انه ما كانوا مثلا يعرفون يجون وين اريد كهرمان عند زوزو كهرمانه، فيعني خصوصي بالامارات كثير يعني ما في، حتى بالعراق كهرب يسموه كهرب او مسابح يعني ما في مجوهرات كهرمانه، فمن قاموا يقولون زوزو كهرمانه، وعلى السوشيال ميديا اني اكتف فصار الاسم كله كهرمانه، الماركه كهرمانه، فانه يقولوا لي انت مرتبطه بالحجر او الحجر مرتبط بيك، فشي يكمل شيء يعني. إيه انه شيء يكمل شيء. ليش قلت لك انه موضوع شلون يستخرجوه وصار لالاف السنين؟ لان انا قبل فتره شفت فيلم اوكي طبعا هو مال ديناصورات، فيلم جيرسيك بارك. اي هو انه ياخذ دي ان اي من بقه كانت قارصه ديناصور، تخيل، وموجودة بهاي الكهرمانة أو بهذا الصمغ، فمحافظ عليها ملايين السنين.
وهم يجون يسحبون هذا. انا اعتقد في يوم من الايام ممكن تصيرها يعني مستقبلا ما حد يعرف اذا يلقوها الاحجار وهي ما تلقاها انت، هي تكون نادره الوجود بكر. فاذا لقوا هيك شيء ولقوا مثلا بقه صار لها ملايين السنين وياخذون من عندها دي ان اي فممكن يرجعون يسوون هاي السلاله اللي انقرضت. زين فاحنا دخلنا بقصه ثانيه. زوزو انت موجوده باربيل لهدف اوكي او عندك شيء، شنو هذا الشيء؟ طبعا اول مره انا اجي اربيل وكلش حبيتها وكلش حلو، حلو جاي اشوفكم طبعا اكيد، دائما انتم تجون دبي، هالمره احنا اجيناكم. الله يخليك. ودعوه من بيوتي بوكس، هم اصدقائي يعني من زمان من لبنان ومن الامارات، فانه صار عندهم المركز فهي دعوه من عندهم اني جايه هنا. وبعد صار لي وإذا أقول السجن مش كبرى تجزوزو. لا ومتي من 92 يعني طالعة من العراق كله وما رجعت يعني نهائيا نهائيا ما وصلتي حتى لا لأي محافظة، مو بس بقرب أربيل كل العراق. أبدا طلعت ببيروت، أنا كلها عايشة ببيروت وبعدين بالإمارات، فهي أول زيارة يعني. حتى بالجواز شوي تأخرت، قعدوا يسألوني وهاي شلون ما داخلة ماكو اسمك، ما سجل اسمي حتى ختم الخروج وين. بس أكيد الجواهرات مش كلها موجودة بالعراق، وعندكم كلها حصريين للمجوهرات بصورة عامة بغداد ومستقبلا خلينا نقول راح يكون اكو بقية المحافظات ان شاء الله. هو انا ليش جاي اربيل؟ وفقط حيكون على توصيل؟ لا هو يعني الوكلاء الرسميين بالعراق عندي سوس جالري، الوكلاء هم المعتمدين، بس باربيل هو الكهرمان مو فقط بالمجوهرات. هسه سويت مجموعة هسه راح اطلقها، لهذا انا جاي الاربيل، مال السبا، مجموعة الزيوت العطور أوكي. الاحجار البخور، لانه هو الكهرمان علاجي يعتبر بعد يعني انه اذا طبيعي كان، انا اقول لهم اهم شيء الكهرمان يكون طبيعي، اذا مو طبيعي ما حتستفادون من عنده أوكي. فلانه طبيعي لهذا انا جايبته وححطه بالسبا. الناس يفكرون مجوهرات جايبه، لا جايبه مجموعه السبا، لهذا جايب دعوه من هنا. زين الناس شلون تميز انه هذا طبيعي وهذا صناعي؟ اكو فارق بيناتهم؟ هو الزبون صعب يميز، لازم صحيح. اصحاب الخبره، لازم ليش انه قلت لك اني صارت ماركه ومسجله ومعتمده وما احطها باي مكان بس عند وكلائنا، يعني حاطه بكل بلد تقريبا وكيل، كندا، امريكا، لندن، بغداد، ان شاء الله اربيل بعدها بنحط ان شاء الله. فصعب الزبون، فلازم يشتروها معاها شهاده، معاها سيرتيفيكيت، يعني يشتروها من اماكن معتمده ومعروفه، اللي يريد يستفيد من الحجر، لانه هو حجر، هو مو ذهب مثل ما يقولون الناس انه خزنه وخزينه واشياء. واني مثلا زينته اذا شايفه حطيت لها ذهب خفيف، سنسال، شيء حتى الناس يستفادون من الحجر اكثر من ما انه ذهب، واكثر من ما انه شيء تجاري، انه شيء افاده وزينه يكون حلو. زين شنو مخططاتك لسنه 2021 بما انه احنا ان شاء الله قريبا بعد اسبوع تقريبا راح ندخل على سنه 21، ان شاء الله يا رب سنه خير على الجميع، شنو مخططاتك لهذه السنه؟ يعني ان شاء الله اشوف انه كهرمانه بكل مكان بالعالم، انا ماي بيبي كهرمانه، يعني انا بعد ما عندي اطفال فاقول لهم كهرمانه ماي بيبي، وين ما اروح اشيلها واديها وياي، الف العالم كله يعني واحطها بكل مكان، ويعني حلمي انه كل سيده تلبس انه كهرمانه من عندي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله طبعا، يعني مخططاتك ما يكون بيها السلاله الجديده من كوفيد 20 يعني، لانه احنا ما شاء الله بدا يتصاعد، كان 19 بعدين 20 وبعدين ما ادري 20. احنا سعاده ايجابيه، كورونا سلبي، احنا ايجابيه سعاده ان شاء الله نتغلب عليه يعني ان شاء الله ان شاء الله. زين زوزو حضرتك يعني امراه عراقيه ناجحه صاحبه بزنس خاص بك، خلينا نقول شنو يعني لك النجاح اليوم؟ نجاح سعاده، يعني مثل ما اني سعيده اريد الحوالي هم يكونون سعيدين، يعني دائما انا اذا شايفه استعمل هاشتاج مصدر السعاده سورس اوف هابينس، يعني النجاح هو سعاده، يعني مثل ما انا فرحانه اهلي فرحانين، اصدقائي هم حيكونون فرحانين، فانه النجاح لازم يكون سعاده الي وللاخرين مو بس الي يعني. مثل ما نعرف انه اي شخص صار بباله انه اذا يلبس مجوهرات زوزو كهرمانه راح تجي له طاقه ايجابيه، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني من اللي اشوفهم هيفا شقد، شوفي مثلا انا على سناب عندي تقريبا شيء نص مليون عندي على سناب، على انستغرام يعني هوايد تزولي الناس زوزو فرحت، زوزو كنت عصبيه، ممكن يعني انه هو مو الحجر، ممكن الاعتقاد، ممكن يعني الطاقه الايجابيه، ممكن بس تفكرين انه انا حصير سعيده حتصيرين سعيده، يعني انه انا يعني اعتبر كعامل مثلا او شيء، انه الحجر هذا عامل او شيء، بلس هو حجر الكهرمان اذا طبيعي واصلي يسحب الطاقه السلبيه، فانت بكل مكان في طاقه سلبيه وفي طاقه ايجابيه، من يروح السلبي حيبقى الايجابي، فانت من حتكونين مرتاحه سعيده، هو ما يطلع شيء، في ناس يقولوا لي شنو السحر يطلع، لا ما يطلع، يعني انت مجرد تكونين مرتاحه، مثل ما قلت لك هسه اشياء في المساج يستعملوه، في العطور هو الامبر بالانجليزي يسموه الكهرمان، ف
فانه يعني فكل حد يلبسها الحمد لله، يعني ما حد مثلا اشتكى او قال صار عندي باد لك، وحده صارت وظيفه، بنات تزوجوا يقولوا زوزو شنو هذا يتزوج؟ قلت لهم لا، بس انه صدفه انت ارتاحيتي يعني لبستي فرحانه تزوجت. تخيلي لو هذا الكرمان يزوج يزوج هو لا يعني بضاعتك ساعه ما تبقى. لا بس معتقدات زين. هي المجوهرات بصوره عامه مال الكهرمان متكونه من اللي انت مسويتها او مصممتها، قلايد وسوارات ومحابس. اي وخلاخل وتراتشي. اها زي بالمستقبل هم ناوي توسعين هذا الموضوع او تضيفين فد تصاميم جديده؟ طبعا لازم اكيد، يعني لانه على طلب الناس وعلى طلب الشيء. بس انا اللي يختلف انه الكهرمان مثلا احب اوضح انه في كثير ناس يقولي هو موجود، هو مو حكرا بس عندك، بكل مكان، بكل مكان بالعالم موجود، بس ما موجود بالذهب، ما موجود بالالماس، ما موجود يبيعوه بس مثلا مسبحه او اسواره، لانه من اروح روسيا وبولندا وهاي موجود كثير، بس بالذهب ما في. فأنا إذا طعمه أدخل عليه ذهب، أدخل هاي حتى أنه يطلع شكله حلو. وطبعاً أنه لازم نطوره للأطفال، لأنه هو مثل ما قلت لك صحي للأطفال، إذا يحطوه في حلقهم ما في تصبغات. الحجر الوحيد الكهرمان ما في تصبغات، ما في يعني آثار جانبية. يعني مثلاً في شغلات أنه تكون ثقيلة على الإنسان، في شغلات الطفل ما يقدر يلبسها، إذا حطها بحلقة ممكن يطلع أو شيء. الكهرمان طبيعي طبيعي، فلازم نطور اكيد يعني نسوي موديلات جديده. زين يعني انت يعني عندك شغلات او تصاميم معينه للاطفال، مثلا هذا الدبوس اللي ينحط بصدر الطفل وياه شغلات خاصه بالكهرمان، يعني ها كلها خلينا نقول متوفره عندك، يعني شغلات خاصه للاطفال وللكبار وللرجال وللنساء وكل شيء يعني عندي، حتى بديكورات المنزل هم دخلتها، في اشجار، اشجار الكهرمان، كل شيء دخلتها. ولاحظت ايضا اكو على الحجار مثلا اذا زبون حاب انه يكون عليه اسمه او اسم معين او يودي هدايا، هذا شلون يتم تحضيرها يعني من داخل العراق لو الا اوردر من هو من احنا الدول اللي مركزنا ومحلنا ومصنعنا المركز في الامارات، انه انا بلشت الماركه مالي بالامارات، بس اول ما وزعتها خارج الامارات اول بلد العراق حطيتها به، يعني بلدي اول شيء وزعتها بالعراق وبعدين غير مكان، بلس مسويه خدمه مثل ما قلت لكم انه انا هدفي انه مكان تجاري او مادي، لانه حتى الحجر مو سعره كلش غالي مثل الالماس والهاي، فمسويه توصيل وشحن لجميع انحاء العالم مجاني. فأي أحد يطلب من عندنا، إحنا عندنا شركة توصيل لأي مكان، يعني حتى للصين، حتى لليابان، كل مكان، بس يسوون الأوردر من المركز الرئيسي، يعني من المكان الرئيسي نحفر لهم نسوي لهم، وأنا مسوية الخدمة يعني فري ديليفري لكل مكان بالعالم. حلو. سر النجاح دائما يكمن أنه الشخص لازم يكون كرييتيف، لما يسوي فكرة غريبة يخرج عن خلينا نقول المألوف، أو يفكر خارج الصندوق. دائما الفكرة هاي إذا اجتهد عليها واشتغل عليها صح وآمن بنفسه، حتى لو كانت أكو انتقادات سلبية من اللي حواليه، راح يقدر يوصل وراح يقدر يثبت لهم أنه هذا الشيء أنا اللي دا أسويه هو بشغلة آني خلينا نقول اخترعتها، أو هي تكون فكرة مجنونة لكن بنهاية المطاف هو حققها ونجحت مثل ما أنت سويتي. بديتي بالفكره وعارضوك كل اللي موجودين، سويتي شغله كرييتيف انه انت دخلتي شغله على شغله ما مالوفه، ونبتعد عن التقليد. بكره ابتعدوا، دائما اقول ابتعدوا عن التقليد، يعني مثلا لا تشوف شيء ناجح تسوي مثله، بالضبط. سوي شيء مختلف اكيد، لانه انت الشخص هذا اللي نجح يعني مر بهوايه صعوبات وتعلم لحد ما وصل، لكن انت اذا تقلده ما راح تتعلم شيء وما راح تقدر تضيف على اللي هو سواه، لان خلص هو اوريدي نجح. فاحنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وشكرا لحضورك. تسلم. شكرا. وب 2021 و22 و23 ان شاء الله بعد ماكو سلالات جديده، يعني اكو كهرمانات جديده، ماكو كونيه كهرمانات جديده، اكو ديزاين جديد، ماكو سلالات جديده. فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وشكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا هيفا. تسلمون. طبعا مشاهدينا هسه حنروح الى اخر تقرير بحلقتنا لهذا اليوم، راح يكون من مدينه إديالة. طبعا بصوره عامه الناس تفتقد الى البرامج الترفيهيه، فاكو شاف في مدينه إديالة حب انه يغير هذا النمط وينزل في سوق بعقوبه ومع الجيتار مالته ويعزف في السوق بصوره عامه. طبعا اول ما بلش هو يعزف الناس بدات تستغرب انه شنو الموضوع، واحد شخص قاعد لازم جيتار، واحنا ما عندنا هاي الاجواء بصوره عامه نهائيا، وحاط مايك وحاط سماعه، فالصوت خلينا نقول بدا يكون عالي. شوي شوي الناس بدات تتجمهر حواليه، شوي شوي بدات تباوع تنسجم وياه، لحد ما بدات تتفاعل وياه وتغني، وكل الحاضرين بداوا يغنون، خلينا نقول كسر الروتين وغير الجو يمهم. خلينا نشوف التقرير ونرجع.
ايام اليوم، وحاليا نتجول السوق بعقوبه محافظه ديالى، وشفنا الاستعراض والمهرجان يعني حلو، واستمتع الناس واستمتع الحضور، ونشكر قناتكم الموقره. التجربة يعني تمثل بعض الأطفال الكبار يعني، ومسيرة حلوة هاي بالنسبة للمهرجان الاجتماعي. طبعا شيء غريب يعني، ها أول مرة نشوفها. تجربة كلش حلوة، لأن يعني ما صار أي تجربة قبل هنا، يعني تجربة خلتنا الأغاني غنى، والأغاني القديمة اللي أكثر الشباب ما يسمعوا لها، يعني أغاني كلش حلوة وقديمة اللي إحنا ضايعة بيها الأغاني الجديدة اللي يغنوها. فتجربة كانت كلش حلوة هنا، إنه الشباب التمت، الولد والبنات والكبار والصغار كل التمت على مدة أسبوع، لأن يتفاجئن إنه أصلاً ما صار بهاي المكان هي شغلة قبل، بس يعني الغناء يجمع الكل، كل تسمع له صغير وكبير والشاب. والله نتمنى تكون دائماً متواجدة هاي الشغلات، يعني بأكثر من شغلة، يعني مو بس الغناء، إنه تواجد ايش حضور ومكان حلو يصير، يعني كلش حلو. احنا نجمع كل الناس على شيء يحبوا، لان احنا نعرف اكو اختلاف بالاراء، اكو اختلاف بالافكار، بس اكيد الكل يجتمع على حب هاي الاغاني المعينه. ممكن كل الناس لو مهما اختلفت بدياناتها، بقومياتها، بافكارها، بارائها، بس راح تجتمع على حب هاي الاغاني. كلش حلوه لحد الان، احنا بعدنا مستمرين، بس ردود الافعال وتفاعل الناس ويانا كلش حلو. طبعا شيء جدا حلو انه نسوي بمحافظتنا الحبيبه دياله هيك فعاليات ونتفاعل ويا الناس. وطبعا هو كان الموضوع مفاجئ انه وصلنا بين الناس وبلشنا نغني اغاني تراثيه، فشفتوا اكيد تفاعل كان اكو ويا الناس، فاحنا نحب دائما ندعم هيك اتجاهات. طبعا اساسا انا اصلي من دياله بس عايش ببغداد، فاكيد يشرفني انه اقدم اي عمل تخدم محافظتي. أكيد كانت حلوة، الناس كانت تضحك ومن دمجة ويانا، فأكيد هو هذا الأهم شيء اللي نريد نوصل له. الهدف نركز على أنه الموسيقى والغناء جانب أساسي من جوانب الحياة اللي ما نقدر نستغنى عنه، فالمفروض كل شوارعنا يصير بها موسيقى، وكل أسواقنا وكل مدارسنا يكون بها موسيقى. طبعا وكل محافظاتنا محتاجه انه تسمع موسيقى بشوارع، على ما بيها من قيمه جماليه وتاثير ايجابي على المجتمع. عندكم تجارب مستقبليه لهذا؟ ان شاء الله اكو كرنفال، بدنا نخطط له كرنفال جدا كبير يخص الاطفال، الاطفال ديال. وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن استفاديتوا واستمتعتوا ويانا بالمشاهدة. انتظرونا بحلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.